يا منير افتح الباب. يوه وكل حاجه منير منير والنبي وسط اتقطم من الاوام والقعاد. الله هي فين؟ هي مين؟ السنيوره بنتك. نعم خير، في ايه تاني؟ انت عامله فتوه يا بنت انت ولا ايه؟ انا مش فاهمه يا مسلوعه انت. فتوه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت ازاي تقلي ادبك على هيروشيما؟ قصدي على منى. هي اللي استفزتني، وبعدين انا اللي رشني بالميه رشه بالدم. ده انا هرشك مش بدم، بميه نار يا ليله الادب. يبقى قولي على نفسك يا رحمن يا رحيم. انت اللي تقولي على نفسك يا رحمن يا رحيم. في ايه؟ في ايه بس يا ست رحمه؟ يعني ما انتش عارف حضرتك في ايه؟ لا مش عارف، قولي لي مين اللي مزعلك وانا اخد لك حقك منه. الست دي ايه اللي جابها هنا في شقتنا؟ اقول له يا ست يا محترمه انت كنت نايمه فين امبارح انت وبنتك؟ قلنا له وحكينا له بالتفصيل الممل، ميس اندرستاند وحصل وانتهينا. يعني انت كنت عارف ان بنتك ومراتك كانوا نايمين عندنا وفي اوضه ابني؟ ايوه طبعا عارف، الاستاذ حسين جوزك وابنك لقوهم واقفين على السلم صعب عليهم، بدل ما يباتوا على السلم خدوهم باتوا عندكم الناس لبعضها. ناس لبعضها؟ هو انت منهم؟ طيب وديني انا هعرف اتصرف معاكوا ازاي يا مسلوعه انت؟ البلاوي اللي اتحدفت علينا دي يا ربي مش معقول. ما تقعدي يا مدام تدوقي مسقعتي. لا الست دي مش ناويه اجيبها لبر. مش ناويه اجيبها لبر ابدا، ولازم مناخيرها تتكسر، لازم تتحطم. بس ازاي؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده احنا مالنا ومالهم، وبعدين احنا نقطع علاقتنا بيهم نهائي، واذا كان على الشغل بلاش من الشغل ونعزل من اساسه. لا نعزل ده ايه؟ الكلام ده كان من دقايق، لكن طالما بقى دخلت في تحدي يبقى يانا يا هي. يا هي. بقول لك ايه؟ هو السنيور اللي انت حطيته على المسقعه حمرته كويس؟ حمرته طبعا بس ما حرقتوش. واللحمه المفرومه دابت كويس؟ جايبها ملبسه. طب يلا بقى هات لنا شويه لفت مخلل ويلا هات الصينيه. لا لفت ايه؟ لسه مش اوانه. طب خللت لنا خيار؟ خللت الخيار وحدوقي بقى. طب يلا اغرف الخيار وهات الصينيه وحصني. يلا هتاكلي صوابعك وانا مسقعه. يلا يا منير بسرعه. تعبانه حتى الخيار ما انتش قادره تخلليه. انا شفت بابا. ايه يعني شفت محمد منير؟ مالك في ايه؟ في ايه ده طلع طيب خالص. حلو زي ده طيب خالص بقى قوي. طب جيت كده بقول لك انت وهو، انتوا لازم تجيبوا لي حقي، انتوا لازم تجيبوا البنت دي من شعرها وتعرف ان الله حق، انتوا لازم تجيبوا لي حقي الا وديني 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 مانيش عدلكم في البيت ده ثانيه واحده. لا لا يا رحمه اوعي تقولي الكلمه دي، هتسيبينا وتروحي فين؟ ونتكتم من بعد جنون الواد الغلبان ده. روح فين؟ البت دي لازم تعرف ان لها حق، تعرف يعني ايه لازم تتعلم الادب. يا ماما هيرو هي اللي غلطانه، يا بابا دي قعدت على البنت جميله الصغننه دي. ايوه انت عارف يا ودي انت؟ واد صايع. وانا ما كنتش واخده بالي انك صايع. اضربي هنا طيب. حسين الواد ابنك ده صايع وبتاع بنات، انت عارف كده ولا مش عارف كده؟ بتاع بنات، وانا ما كنتش واخده بالي، كنت نايمه على وداني كنت فاكره اصلا. ارجوكي الا ده اضربي فينا زي ما انت عاوزه، تقول الكلمه ثلاث مرات زي ما انت فاهم ان انا دماغي ديت ايه ما بتفهمش؟ عماله تتكلمي ابن الراجل مؤدب وانا راجل مربي وفاضل، ابني مش فاضي يعمل الحركات القرعه ديت. ده من الشغل للبيت للبيت للشغل، وممكن يروح البيت تاني او الشغل تاني عادي، ده اللي بيروحوا. ظلم والله العظيم. اخرس خلاص يا ماما. اخرس هتصرف معايا. اخرس خلصت بالحته دي والله العظيم وجعتني يا ماما. طيب انا هتصرف معايا خلاص، هقول لهيرو مالكيش دعوه بجميله، وهقول لجميله مالكيش دعوه بهيرو، وهقول لهم الاثنين مالكوش دعوه بماما، وهقول يا ماما ما تضربنيش هنا تاني عشان بتوجعني جدا والله. هو ده اللي انت قلت عليه؟ هو ده اللي بتاعتك؟ بصوا بقى بقول لكم انتوا ايه، كلمه واحده، هي كلمه واحده، لو ما جبتوليش حقي وديني 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 وانا قاعده في البيت ده دقيقه واحده و70، وعلشان تجيبوا لي حقي لازم تخرج من العماره دي كلها. 70 سامع؟ سامع لتأدب. لتأدب الاخيره دي عليا ولا عليك؟ انا لو كنت اعرف ان امك دي بصدى صوت كده هيوفق ايه؟ منور ده ايه في ايه؟ طب ما تعمل حاجه، ما انت برضه المفروض المسؤول عن البيت يعني المفروض. بنتي يا جميله
انا قعدت فكرت في كل اللي انت حكيته لي وفكرت فيه بعمق، وانا جوه العمق ده اكتشفت ان الواد اكمل ده عينه منك. عينه مني؟ عينه مش مني. انا مش هتجوزه. ليه؟ عشان ابن امه. يا حبيبتي ما كل الرجاله اللي قدامك دول ولاد امهم، طالعين من بطن امهم، طالعين منين يعني؟ واللي رضعتهم امهم، اما اللي رضعهم ابوهم. الراجل ما يعبوش ان ابن امه. ما تفوقي معايا، بقول لك الواد عينه منك. ماما ريح نفسك من الموضوع ده خالص. انت هتكسبي فيه ثواب. هكسب فيه ثواب؟ ليه؟ هتعالجيه. اعالجه من ايه؟ من سيطره امه القرشانه الحربايه. ماما انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاكي يا بنتي ترتاحي، عايزاكي تتجوزي جوازه حلوه. ماما ريحي نفسك، انا لا يمكن لا يمكن لا يمكن اتجوز دلوقتي. انا لسه عندي حاجات كتير قوي لسه ما حققتهاش. انا نفسي افتح شركه كبيره، نفسي بقى اكبر مهندسه ديكور في مصر. في مصر ايه؟ لا في العالم كله. يا حبيبتي ونهايه العالم ايه؟ مثلث برمودا اللي كل الناس بتتوه جواه. ايه يا ماما ده؟ يا حبيبتي انا عايزاكي تفهمي الدنيا وتبقي واقعيه كده، وعايزك تقدري الراجل اللي بيحبك ومعجب بيكي، شاب زي القمر. تريحي نفسك وتستتي بدل ما تتمرمطي. ايه يا ماما الاحباط اللي انت فيه ده يا ماما؟ يا حبيبتي انا مش عايزه احبطك، انا مش عايزاكي تلفي في دوائر مغلقه وبعدين في النهايه تلبسي في حيطه. ماما انا هعمل اللي في دماغي. هو ايه اللي في دماغك يا حبيبتي؟ طب انت عايزه رحمه القرشانه دي تنتصر عليكي؟ تنتصر علينا يا ماما؟ واحنا في حرب. ايوه احنا في حرب، الحرب العالميه الثالثه. ايوه الست دي عايزه تكسر مناخيرنا، عايزه تجيب مناخيرنا الارض. لازم نعلمها الادب، ومش هنعرف نعلمها الادب غير عن طريق ابنها الدلوعه. ماما ما تسخنينيش. لا اسخني معايا وفوقي كده، لازم ننتصر ونرفع العلم فوق الجبهه. علم وجبهه؟ في ايه يا ماما؟ مش عايزه الواد يطير منك، الواد غلبان، الواد محتاج لك. محتاج لي في ايه بس؟ مش فاهمه يعني، يعني ايه محتاج لي؟ يرضيك الشاب اللي زي الورد ده يتجوز حديقه الازبكيه؟ البت هيروشيما حرام يقع في التل ده، حرام. ده واد مسكين. الواد ده مفتاح الاحلام. الواد عنده مكتب ديكور، مكتب ديكور جاهز. بدل ما تروحي تأجري مكتب وتفرشيه ولسه هتشتريه، تروحي المكتب تبقي المديرة بتاعت المكتب وتسيطري على أكمل، يبقى خاتم في صباعك. روحي يا أكمل، تعالى يا أكمل. يعني عايزانا اتجوز واحد أهبل عشان أحقق أحلام يا ماما؟ مش أحسن ما تتجوزي واحد يقعدك في البيت ويقولك ما تشتغليش؟ ماما أنت عايزة تجوزيني أكمل ده بأي طريقة ليه؟ مش فاهمة. يا بنتي الواد مناسب ليكي قوي، الواد مقرش. مقرش؟ مقرش قوي. يعني معاه فلوس؟ طبعا. فلوس كتير؟ ايوه كده بقى، الفضول بتاعك خلاكي فكرتيني بنفسي وانا صغيره. ما هو ما دام معاه فلوس كتير يبقى فكر. فكري بعمق، العريس ده ما يتفوتش ابدا، ده شاب زي القمر. مش لازم تخليها تمشي يا بابا. تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اديك انت شاهد عليا. بص ده مفيش فايده، عملت اقصى وسعي. ثواني معلش، يعني اقصى ما وسعي دي مش جمله بابا. اقصى ما في وسعي يا بتاع اللغه العربيه، ما تفهمها كده وخليكش روش. مش بتفهمها وهي طايره؟ اقصى ما في وسعي يا سيدي. اعمل ايه اكتر من كده؟ اموت نفسي؟ لا يعني هتبقى ماما سايبه البيت وبابا يموت نفسه وانا بقى اعيش لوحدي. ما انا كده هنتحر يا بابا. شفت بقى؟ 30 سنه يا اخي، 30 سنه عايش معاها. تخيل لما انت تبقى 30 سنه كل يوم بتاكل فول 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 فول، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ قول لي. تزهق الصراحه، انا زهقت وانت بتقول. شفت؟ هتزهق. ما تاكل قرنبيط كده ويبقى كاتب على نفسك وقاعد في وسط الناس وعايز تتنفس. تتنفس، هتتنفس زالة معاك. يعني ده ياكلهم لو هو مسجون بقى. شوف بتفول في وشي مسجون. طب بس ماما طيبة برضه. ما أنا طيب يا قلبي. أنا طيب ولا مش طيب؟ أنت كل سنة وأنت طيب. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. صحة السلامة. عامل أنت؟ عامل أنت إيه يا بابا؟ أنا مش فاهم دلوقتي الجواز ده هو إيه؟ يعني أنا أتجوز ولا لأ؟ بص كده. كده كمان. اتجوز. وانا جاي اكشف؟